في إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انتهت القوات المسلحة من أعمال الترميم الخاصة بالكنيسة البطرسية والتي تضررت من الأعمال الإرهابية الأخيرة، حيث قامت عناصر من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءة وإصلاح الأماكن المتضررة خلال 15 يوماً مع الحفاظ على التراث المعماري الخاص بالكنيسة لتكون جاهزة لاستقبال المصلين في عيد الميلاد المجيد. أنا أحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي هو لم يترك المصريين كلهم في أي أزمة حصلت معهم، وأصدر قراره أنه في خلال 15 يوم يكون الترميم في الكنيسة خلص. وفعلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية استجابت لتوجيه سيادة الرئيس ونجحت، رغم ما قيل انه مش ممكن يتم الترميم، ان اللي كان يخش يشوف الخراب اللي كان موجود ما يصدقش في خلال 15 يوم. نجحت الهيئة الهندسية فعلا طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس انها تعمل عمل متوازي ومش متوالي، وتستطيع انها يتم الترميم في وقت قياسي جدا. وكنت تشوفي كل الناس بتشتغل من ضباط مهندسين بما فيهم رئيس الهيئة الهندسية وكل العاملين كخلية نحل يعملوا داخل الكنيسة من الصباح الباكر. يمكن أقول لك ثلاث ورديات، ما كانش حد بيريح. وفعلا طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحوا في إنهاء العمل داخل الكنيسة وترميمها وإعادة العمل وإعادة الكنيسة الوضع اللي كانت عليه، وتم انارتها بانارات جيده غير كانت موجوده، واعادت كل الاشياء الى اصلها الطبيعي. احنا فور طلقينا المهمه من القياده العامه وتعليمات وزاره الدفاع، توجهنا على طول خلال نص ساعه كنا موجودين في الكاتدرائيه. كان معنا الشركات طبعا المسؤوله عن التنفيذ اللي هتكلف باعمال الترميم. احنا حاليا كانت المشكله الاهم ان احنا نحافظ على اثريه المكان، ودي كانت اكبر مشكله احنا قابلناها، لان الكنيسة عمرها 100 سنة. الرسومات اللي موجودة عليها دي كانت حاجة لازم محدش يلمسها. حصل تنسيق بيننا وبين الكنيسة على ان اعمال الترميم الجداريات نفسها تبقى مسؤولية الكنيسة بواسطة ناس محترفين في الكلام ده عشان ما نأثرش على الجداريات الموجودة. احنا كانت مهمتنا الاساسية ان احنا نرجع كل حاجة زي ما كانت واحسن، ودي بشهادة الناس اللي موجودة، والحمد لله احنا خلصنا المهمة في أقل من التوقيت المطلوب كمان، والناس كلها مبسوطة، وإن شاء الله النهاردة يتعمل فيها القداس ونبقى عوضنا الناس على أقل حاجة. لا أنا فرحان جدا وسعيد جدا حضرتك إن أنا يعني قمت بدوري وعملت الواجبي وأشد من واجب كمان، بحيث إن الناس دي تفرح معنا برضو، لأن هم يعني ده يومهم. وأنا النهاردة سعيد جدا 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 إن احنا وصلنا للمرحلة دي في كمية الوقت اللي احنا قضيناه ده كله، فطبعا يعني انا سعيد جدا كانه عيدي انا مش عيدهم. الحقيقه انا يعني يعجز الكلام ان انا اقول قد ايه اللي حصل ده. الدنيا كانت متدمره خالص وانا كنت جوه الانفجار، والحقيقه ما كنتش متخيل ابدا ان في الوقت ده هيتم هذا العمل. العمل في منتهى الجمال ويمكن اجمل من الاول، وما جاش في خيالي انه ممكن يخلص في الوقت ده. حاجة فوق الخيال. هي قد ايه الجيش نبيل جدا، وقد ايه كانوا ناس حلوين جدا وكانوا محبين، ومش بس مجرد عمل، ده عمل كم القلب. وعرفناهم حبيناهم اكتر، كنا بحبهم حبيناهم اكتر. والحقيقة مش بس كده، انا اشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي على دوره النبيل ومحبته قد ايه، وعلى عمله الفائق جدا. بس مش الكنيسة دي بس، حسب ما عرفت ان كل الكنائس هتعيد اللي تأثرت بايه بالاعمال الارهابي.
الحقيقة كلنا قلبنا مليان بالسلام والحب حتى للناس اللي أضرتنا بالرغم من الألام اللي كانت موجودة. ومنقول لسيادة الرئيس أنت فرحتنا، فرحت شعبنا، مليت قلبنا بالحب والسلام. ومش كده بس، احنا حسينا الدنيا بخير لسه. وقد ايه هذا الشعب العظيم والحب اللي لقيناه في كل انسان وفي كل مسؤول وفي كل رتبة، من اول الرتب الصغيرة الكبيرة، عمل رائع رائع رائع. انتوا فرحتونا. انا دكتور مهندس عادل فريد، مهندس استشاري للكنيسة. اول ما حصل الانفجار سيد الانبا ارميا اتصل بيا، كوننا لجنة هندسية عشان نعين الكنيسة ونقترح الاصلاحات الانشائية المطلوبة. فالحقيقة ممكن عينا لقينا شروخ في الحوائط، نافذة شرخ ممكن الواحد يفوت ايده منه، فايت من تحت من جوه البر. والأعمدة طبعا كانت متأثرة، وكان عندنا مشكلتين، مشكلة الوقت اللي احنا ملتزمين بيه، والحاجة التانية ان الكنيسة من الداخل كلها مرسومة الحوائط بتاعتها من الارض للسقف، فكان في استحالة ان احنا نشتغل من الداخل، فكان لازم نشتغل من الخارج. فعملنا اسلوب جديد باستخدام مادة حديثة اسمها كاربون فايبر. المادة دي تتحمل قوة شد 10 أضعاف شد التسليح العادي أو الحديد الصلب العادي. فحزمنا بها الكنيسة من برة، وخلال 4 أيام أمكن أن احنا نحزم كل الكنيسة من الخارج، بحيث أن الكنيسة تبقى مربوطة وتقاوم أي شد أو أي ضغط يجي عليها أو أي حزات أرضية، ودي هي اللي بتأثر على الكنيسة بشكل كبير قوي. بص، كالعادة الجيش سريع جدا، الهيئة الهندسية وإدارة الأعمال نفسها دي كانت شغالة من أول ما ابتدينا، أول ما حصل الموضوع دوت سيادة الرئيس أدى التعليمات بتاعته. كان تاني يوم المجموعة كلها موجودة، اللجنة الاستشارية من عندنا، الهيئة الهندسية، وابتدينا الشغل على طول. وكان ده على مستوى، على جميع المستويات. انت عندك هنا الكنيسه ديت كان تم الاحتفال ب 100 سنه في 2013، يعني بقى لها 103 سنه. ولما اتعملت تبص على الجدران بتاعتها، ده معموله شغل ايطالي على اعلى مستوى. فانت كان عندك جداريات، رخام، المباني نفسها، دي مباني كلها مباني حمل، فكانت محتاجه انك انت تشتغل عليها وبسرعه جدا، لان كان في خطر ان ممكن المبنى ده يوقع نفسه. كل ده تم التنسيق فيه بسرعه غير طبيعيه. يعني بص، لو بصيت على الشبابيك اللي عندك فوق ديت، دي شكلين للشبابيك، ما كانش فيه شباك واحد موجود. طلعنا الصور وابتدينا نشتغل عليها بسرعه، وقدرنا ان احنا نعملها في وقت قياسي. فعمل شغل جامد. انا بمجرد ما تكلفنا بتنفيذ الكنيسه من قبل الهيئه الهندسيه واداره الاشغال العسكريه، ابتدينا في نفس اللحظه، في نفس اليوم الخميس اللي سياده الرئيس ادى بيه الامر ببدء في العمل. كانت المشكلة الأساسية في أولا المحافظة على الجداريات والصور، لأن دي حاجات نادرة وليها عمر أكتر من 100 سنة، بالإضافة لأن الأسقف بالكامل كانت متدمرة، الأبواب الخشبية متدمرة، الكهرباء بالكامل متدمرة، الرخام تقريبا أكتر من نسبة 50% فيه مدمر، فبالإضافة للأعمال الأخرى كانت برضو متدمرة. كل الحاجات دي عملناها بأعلى كفاءة تحت إشراف الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية. كنا بنشتغل تقريبا 18 إلى 20 ساعة يوميا، بالإضافة لأن جت تعليمات إن احنا بس مش نخلص الحاجات اللي مطلوبة، أي حاجة محتاجاها الكنيسة احنا عملناها.